أكد محافظ مطروح خالد شعيب على عمق العلاقات بين مصر وليبيا وترابطهما على مر التاريخ، وجاء ذلك خلال لقاء مع القنصل العام الليبي صالح خطاب السعيدي. وأشار محافظ مطروح إلى قرب الانتهاء من تطوير منفذ السلوم البري وكذلك أعمال تطوير مستشفيات السلوم وبراني لاستقبال الأشقاء من ليبيا. يعني كان اللقاء مثمر طبعا، يعني تطرقنا فيه الى بعض المطالب من الجانبين وتسهيل الاجراءات. يمكن ان شاء الله احنا يمكن مع تطوير منفذ السلوم البري اللي يعني بيلقى اهتمام من القياده السياسيه، ان شاء الله قريبا يتم افتتاحه، وده هيكون يعني هيسبب مزيد من تسهيل الحركه والاجراءات.